اهلا بكم في فيديو جديد على قناه فادي عضلات. وحشتوني جدا 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 يا جماعه. خلاص فكنا بقى من موضوع المكتبه دوت. والله هو الموضوع ده مزعلني جدا جدا، بس انا لسه لغايه دلوقتي ما كلمتش شركه ايكيا بخصوص الموضوع ده، فهكلمهم واشوف ردهم ايه وايه اللي هيتعمل يعني وكده، وان شاء الله خير يعني، ربنا يسهل يعني. هبقى اقول لكم برده طبعا لما اكلمهم في الموضوع ده ويردوا عليا هقول لكم ردهم كان ايه وايه اللي هيتم يعني وكده ان شاء الله. والله انا زعلان على المكتبه ديت لان انا عاجبني التصميم بتاعها جدا، و يعني انتوا عارفين يا جماعه انا اللي خلاني اشتريها. بصوا اول حاجه زي ما انتوا شايفين هي خبت الكركبه اللي ورا، يعني لو تلاحظوا الجنب ده يا جماعه كان فيه بيبقى هنا كركبه ورا، وكان ساعات كمان على الشفنيره نفسها بيبقى فيه كركبه كتيره، فهي خبت الكركبه فاهميني، خصوصا كمان لو طلعتها قدام سنه هتبقى خفت الكركبه بشكل كبير جدا. وغير كده يا جماعه ساعات بحط حاجات فوق السطح بتاعها، فكانت هي الفكره عجباني، ولما وصلت الخامة عجباني جدا، ولكن اتضايقت جدا من عيب التصنيع اللي فيها ده، مخلي الشكل النهائي مش ظريف. يعني عارفين يا جماعة المثل بتاع الحلو ما يكملش. والله المكتبة دي انا وما زلت معجب جدا بالتصميم بتاعها، فكرة ان يبقى ضرفتين وفي رف وفي انا كان نفسي في حاجة زي كده فاهمني، وباللون ده والفخامة دي، ولكن للأسف هو زي المثل اللي بيقول كده الحلو ما يكملش، يعني طلعت معيوبة زي ما انتم شايفين، وربنا يسهل بقى اما اشوف ايه اللي هيتم. المفروض ان الوقت فيه عليها ضمان 10 سنين وهي جايه بعيب صناعه، فالمفروض بقى ان هم يشوفوا لها حل في الموضوع ده. اما نكبر دماغنا من الموضوع ده دلوقتي، نخش بقى في المفيد. طبعا من اكتر الحاجات اللي كانت الناس بتكتبها لي في الكومنتات كتير جدا جدا جدا، يا فادي شيل الدولاب، يا فادي شيل الدولاب اللي وراك. طيب اللي يطلب حاجه يا جماعه مش يطلب حاجه بالعقل، يعني انا اشيل، بصوا انا اشيل الدولاب ده ازاي؟ ماشي، ثواني ثواني يا جماعه ثواني. يا جماعة أشيله إزاي؟ بالعقل؟ بهزر بهزر يا جماعة معاكم، بهزر بس، بحب أنكد كده، بحب أستخف دمي. طيب بصوا يا جماعة، طبعًا من أكبر المشاكل في القناة أو الحاجة اللي أنتوا طالبينها من زمان جدًا جدًا ونفسكم إن أنا أعملها هي إن أنا أجيب خلفية حلوة للقناة. طيب في الحقيقة أنا كنت فكرت في إني أعمل خلفية عمولة بأبعاد معينة أنا اللي حددها وكده، وتتعمل حاجة مش جاهزة. الكلام ده كنت مقرره أول لما بدأت أفكر في موضوع السيت اب، قبل ما أجيب بقى المكاتب والترابيزات والكلام ده كله، تمام، وقبل ما أجيب الكرسي وقبل أي حاجة. فخفت إن أنا لما أجيب الحاجات دي تخلي الدنيا ضيقة وتبقى الخلفية صعب إنها تتحط فاهمني، لأن كنت قايس الأبعاد وما كانش فيه وقتها لا ترابيزة لسه ولا كرسي ولا أي حاجة. فقلت طب خلاص أصبر شوية ما أعملش الخلفية دلوقتي إلا لما أركب المكتب والكرسي والحاجات دي، عشان أشوف هل المساحات هتبقى زي ما هي ولا هضطر أقلل شوية مساحة الخلفية اللي أنا كنت هعملها، تمام. للأسف اللي حصل كالتالي، ان بعد ما ركبت المكتب والكرسي اكتشفت ان الخلفية اللي كنت هعملها ما عادتش تنفع تتعمل خالص، لان للأسف المكان ضاق جدا بشكل بشع، اللي هو لو انا عملتها انا كنت هعمل خلفية يا جماعة على قد مكان التصوير فاهميني، على قد مكان التصوير بالظبط. ولكن للأسف اللي حصل ان اكتشفت ان المساحة ما عادتش نافعة، ولو انا عملت حاجة زي كده هتعوق الحركة، هتخليني مش قادر اتحرك. وعشان كده اضطريت ان انا اعمل حل بديل، وهو ان انا اشتري مكتبتين من ايكيا. المكتبة دي اسمها فيمبي، جبت منها اتنين زي ما انتم شايفين يا جماعة، اللي هي المكاتب اللي ورايا دي، كرتونتين الطوال اللي ورايا دول. المكتبة دي الطول بتاعها 180 سنتي، العرض 60، السمك 24، مكتبة برفف من غير باب، يعني برفف والرفف قبل التعديل ممكن اوسع اضيق زي ما انا عايز، ومن غير باب عشان ما تاخدش حيز كبير. طب اشمعنى اخترت دول؟ طب ليه جبت مكتبتين؟ ليه ما جبتش مكتبة واحدة كبيرة 120 سنتي مرة واحدة وخلاص؟ هقول لكم ما كانش ينفع. ليه؟ لان لو جبت مكتبة كبيرة حتة واحدة هتسد المكان ورا وهيبقى في صعوبة جدا في الحركة. غير كده المكاتب الكبيرة اغلبها بيبقى السمك بتاعها كبير، يعني في مكاتب من الكبيرة السمك 40 سنتي، وفي السمك بتاعها 28، وفي 30. لا انا عايز اقل سمك ممكن عشان المكتبة ما تاخدش مكان، وبالتالي كان الحل الامثل هو ان انا اجيبها سمك 24 سنتي العمق يعني بتاعها، العرض 60 سنتي كان حلو قوي، ولكن واحدة منه ما كانتش هتكفي لان واحدة مش هتداري المكان بالكامل، فقلت اجيب اتنين. طب ليه اتنين؟ ليه اتنين؟ مع ان في الاخر هحطهم جنب بعض عشان يبقى في حرية حركة اثناء الفيديو،
احطهم جنب بعض عشان اصور، بعد الفيديو عشان اتحرك براحتي في الاوضه ممكن انقل واحده منهم واسيب واحده بس، وبالتالي العمليه تبقى فيه مرونه. فاهمني؟ كل واحده من دول يا جماعه زي ما بقول لكم سعرها 995، والاتنين زي بعض بالظبط، ولونهم زي لون المكتبه ديت، بس هم خشب مش معدن. فيلا بينا نبدا التركيب، وانا اعتقد ان شاء الله ان دول يعني يا رب يعني يكون يا رب يكون دول بقى تركيبهم سهل، عشان انا بتعب من الحاجات الغريبه دي. المكتبه دي بالذات يا جماعه اكتر حاجه تعبتني في التركيب. طيب هنبدا باول واحده، رقائق معدنيه من الميلامين، ورقائق معدنيه ولوح حبيب اي بي اس وبلاستيك، يعني هي خشب على معدن على بلاستيك على يعني كده تشكيله كده، فاهمني؟ طيب يلا بينا نبدا. مكتوب تاريخ الانتاج 8/2018، يعني كده الصلاحيه خلصت ولا ايه؟ ده حبيب قوي. الكرتونه اتقطعت، مش مشكله، هي كده كده اصلا الكرتونه مش هتتفتح، هي لازم تتقطع اساسا، وغالبا انا لازم اقطع الكرتونه اللي هي مش هتتفتح الا كده. دي مصنوعة في بولندا، دي مستوردة مش ايه ده؟ يا لهوي، لا انا اترعبت. بص بص يا جدعان، انا لا بص انا لقيت دي حتت انا فجرتها اتكسرت، طلعت هي كده. والله والله زي ما فكرتها جايه لي مكسوره، طلعت هي كده. ايوه انا قلت ايه الحظ ده، انا فقر بقى كل حاجه تجيلي بايظه. بص يا جماعه الخشب بتاعهم خشب تعبان، خشب تعبان اصلا، خشب حبيبي مضغوط. انتوا تعرفوا لولا ان المكان عندي ضيق انا كان ممكن اجيب حاجات بقى خشب زان اصلي، حاجه تستحمل، ولكن انا المكان عندي ما يستحملش الكلام ده، فبضطر ان انا اشتري الحاجات الخشب من ايكيا عشان تبقى سهله التركيب بس، فهو انا مضطر، لكن هو الخشب بتاعهم مش حلو يعني. فاهمني؟ انا اترعبت. انا افضل اضحك للصفحة على اللي حصل ده يا جماعة. يلا بس يكون تركيبها سهل، ما تبقاش حوار، انا تعبت من كتر الحوارات بجد يا جدعان، انا ورمت. عايز حاجة بقى سهلة بقى كده في اللذيذ. وايه دي؟ ايه دي؟ ده الظهر. بص يا جدعان الظهر، بص بص الظهر هيبقى كده، بنفرش البتاعه دي جايه متقسمه 3 اجزاء. اصل انا كنت مستغرب ازاي هي اصلا المكتبه عرضها 60 ولكن الكرتونه عرضها 27 سم، فكنت مستغرب طب ازاي اذا كان عرض المكتبه 60، اتاري دي طلعت بتتجمع كده، بتتفكفك كده لحد ما ظهر المكتبه يتجمع. ودي طبعا يا جماعه ايه، دي طبعا المسامير والحاجات اللي ايه اللي هتتركب. يا رب بس يكون الموضوع سهل، ما يكونش حوار. خلاص كده الكرتونه ملهاش لازمه نرميها بقى، انا هركب واحده كامله قدامكم، والتانيه بقى هركبها واوريها لكم جاهزه، تمام؟ عشان نوفر وقت الفيديو يعني. معلش دلوقتي هتلاقوا الصوت مش حلو وفي وش، لان انا حاليا بسجل بالكاميرا بمايك الكاميرا. طيب المفروض ان ده الشكل النهائي اللي هنحصل عليه، ده الشكل النهائي اللي المفروض هنحصل عليه. طيب اول حاجه خالص بيقول لي ان هنجيب اللوح الجانبي، تمام، وهنستخدم معاه اللي هي الحاجات الخشبيه ديت عشان نثبت فيها الثلاث الواح الخشبيه دول. هو في اتنين من دي، هما زي بعض بالظبط. طيب انا كده معايا يا جماعه لوحين
زي بعض بالظبط، دول الاجناب بتاعت المكتبه. بصوا كده هنا فوق هتلاقوا في فتحتين وجنبهم فتحتين بالعرض، ولو بصيتوا هنا في النص برضه هتلاقوا في فتحتين وجنبهم فتحتين بالعرض، وتحت خالص نفس الكلام في فتحتين وجنبهم فتحتين. فهي الفتحات اللي بالعرض دي هي اللي هيركب فيها اللي هي الالواح الخشبيه دي. تمام، مش مستاهلة اصلا بحث وتدوير يا جدعان، ده الموضوع بكل سهولة واضح جدا، لان بصوا التلات انواع التلات خشبات دول فيهم فتحتين وفتحتين من الجنب التاني، هما التلاتة. فاذا هما دول لو في حاجات خشب كده، بصوا هي دي اللي هنستخدمها في التركيب، هي الحاجات الخشب دي. بس ثواني كده، انا معايا دلوقتي 12 قطعة خشبية بالمنظر ده يا جماعة، اللي هما دول. هو بيقول لي هنا يا جماعه بيركبوا بحيث ان يكون الخشب باين من الاثنين، مش واحده خشب باين والثانيه مدهونه مثلا او كده. بص هو دي طبعا المفروض بتركب هنا، اعتقد مش بتدق ولا حاجه، ده هي لما بتركب بتبقى. هو احنا بنركب خوابير خشبيه في الاطراف بس، في الفتحتين الصغيرين دول لا. بص يا جماعه وانا بركبها هي تركب من الناحيه، من ناحيه الخوابير ديت في الايه، في الفتحات بكل سهوله يعني اهي. تمام، وخليت هنا الجزء الخشبي باين والجزء الخشبي باين، انا اظبطها على السرير وبعد كده ايه. شايفين يا جماعه اهي التانية هنا، تمام، والتالتة. طب يا جدعان خلاص الخطوة اللي في الصورة دي انا كده عملتها. في كمان عايزني طبعا لو تلاحظوا يا جماعة في الصورة هنا، في كمان عايزني اركب من تحت اللي هي الشريحة الصغيرة دي برضو بخبرين خشب زي الايه، زي الرفوف. شايفينها اللي هي البتاعة دي يا جماعة، هتحطوا لها خبرين خشبية كمان. و طيب اهو، و اهو هي كلها خشب من جميع الجوانب، فهتبقى دي هتركب ايه كده اهو. حلو، دي هتركب كده اهو. بصوا يا جماعه الخشب اللي ركبناه هو والبتاع الرفيع، هنحط فيه خوابير تاني خشب عشان نركب فيهم الجنب التاني. ماشي، دي كده نظبطها من تحت الاول. ماشي كده متظبطه، ممكن اقلبها بقى دلوقتي، ممكن اقلبها بقى دلوقتي، هي كده متظبطه. الرفوف التلاتة اللي راكبين دول هيتربطوا بالمسامير الطويلة دي. في بص يا جماعة جايبين لي قلنجيه صغير كده مختلف، بص شكله عامل على شكل بطة. طبعا يا جماعه انا ركبت اللي في الجنب اللي هناك، فانتوا ممكن تكونوا ما شفتوش انا ركبتها ازاي، فهوري لكم بقى اللي من الجنب اللي هنا. شايف ايه الحته دي في خرمين اهم هنا، تمام، فهحتاج مسمارين من الطوال. انا طبعا الجنب التاني ركبت ستة، وفي من الجنب ده هيبقى ستة برضه. ايوه مظبوط، تمام. بصوا يا جماعه كل اللي بعمله بكل بساطه بدخل المسمار في الفتحه دي، تمام، الفه شويه كده صغيرين بايدي، وواحد برضه كمان تحت اهو بلفه شويه صغيرين بايدي، تمام. بعد كده بقوم مدخل الالانكي دوت، تمام، واقعد الف كده بس بكل سهوله. لذيذ قوي، سهل جدا يا جماعه. بصوا بكل سهوله اقعد اعمل كده 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 بس بكل سهوله. واللي تحت نفس الكلام اهو، اقوم اقعد اعمل كده 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 كده. تمام، هكمل بقى الباقيين يا جماعه وارجع لكم. طب يا جماعه انا كده خلاص ركبت المسامير كلها. الخطوه الجايه بيقول لي بالقلم الرصاص افضل ماشي عند السنتر ده واقوم عامل علامتين كده من بره. خلاص كده يا جماعه انا حطيت علامات بالقلم الرصاص عند السنتر. خلاص انا كده حطيت علامات عند السناتر بتاعه الالواح اللي بالعرض كلها. المفروض بقى دلوقتي اركب الظهر الكبير دوت اللي هو متقسم ثلاث اجزاء، تمام، واقوم ايه ممسمره بقى في كل الثلاث رفوف اللي هم الرئيسيين. اقوم ممسمر مسامير صغيره من اللي هي دي، اللي هي المسامير الصغيره دي يا جماعه شايفينها،
ديت ده الظهر، بس طبعا الاسود من جوه عشان الاسود هو اللي هيبان من جوه. ده انا المفروض بالقلم الرصاص تاني ارسم عليها دلوقتي عشان اعرف اماكن الدقه هتبقى فين. هو بيخش معايا تماما. انا في حاجة مهمة قوي كنت ناسيها، كويس ان طلع في كيس مسامير تاني. نسيت ادق مسامير بطول المكتبة. يعني بص يا جماعة، المفروض نقعد ندق مسامير في الحتت دي كلها بالطول كده في الجنبين. انا نسيت خالص، انا لقيتها مهوية كده فاستغربت هو في ايه. كويس بجد ان في مسامير لسه. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين انا كده يعتبر ركبت الهيكل الاساسي للمكتبة بالثلاث رفوف الرئيسيين. اتمنى ان هي تكون واضحة لكم. استنى اغمق لكم شوية. تمام. طيب دلوقتي بقى جت دور على تركيب الرفوف. تركيب الرفوف طبعا يا جماعة هتلاحظوا ان في هنا في ثلاث تجمعات من الاماكن. يعني شوفوا في التجمعة الاولى ديت، اول رف ممكن يركب في اي واحدة من دول. شوفوا في كم مكان، سبع اماكن ممكن يركب فيهم الرف. هنا برضو هتلاقوا في سبع اماكن للرف الثاني، هنا برضو في سبع اماكن للرف الثالث. وده اللي عجبني برضو في المكتبه ديت، ان هي يعني بنظبطها براحتنا، ما هياش حاجه فيكسد يعني. فاهميني يا جماعه؟ المفصلات دي يا جماعه دي اللي بتستخدم لتثبيت الرفوف. تمام. يعني مثلا انا عايز اعمل رف في المكان ده، تمام، بقوم اركب دول كده اهي، هنا ادي واحدة وادي التانية واتنين من الجنب التاني. واقوم بكل بساطة يا جماعة جايب الرف واقوم مركبه. طبعا هو في خرام في الرف، انا الصراحة معرفش ايه لازمتها الخرام دي، عشان تسقط على المفصلات دي تبقى مثبتة اكتر. حلوة دي. شايفين يا جماعة انا مركب الرف. الرف يا جماعه ساقط بالظبط على المفصلات والفراغات دي، جايه بالظبط على المفصلات، فمخليه الرف ثابت كويس. لان انا كنت مفكر ان هيبقى الرف على الهوا كده، اللي هو اي هزه ممكن يقع. لا دي كده حاجه كويسه. انا ممكن كمان اركب باقي الرفوف. هنا مازال في بعض الايه الحاجات كده بتاعه التركيب يعني، بس الحاجات ديت خاصه بالحيطه، اللي هو لو انا عايز اعمل للمكتبه دي تثبيت في الحيطه. انا طبعا مش هثبتها في الحيطه، انا سايبها مكتبه متنقله، فالحاجات الباقيه دي ملهاش اي لازمه، مش هستخدمها يعني. بصوا يا جماعه الشكل النهائي للمكتبه اهو زي ما انتم شايفين. بجد فكرتها عظمه قوي 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 قوي، والميزه ان هي خفيفه ولذيذه. وبصوا من جوه تلاقوا البتاع ده بيلمع خامة يعني، حلو حلو. الحاجات اللي بتلمع دي، الحاجات اللي بتلمع دي مدية ستايل جامد قوي يا جماعة، ومحلية الشكل قوي 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 يعني. تمام. طبعا انا كده ركبت واحدة، التانية بقى هركبها مع نفسي واوري لكم بقى الشكل النهائي، والاتنين ايه موجودين جنب بعض. وبكده ابقى انا اخيرا، مش هقول ان انا خلصت السيت اب، ولكن اخيرا خلصت الحاجات الاساسية في السيت اب: مكتب، كرسي، خلفية. اللي باقي حاجات بسيطة يعني، شوية ديكورات حطها ورايا، اظبط شوية حاجات. الله ايه ده، صحيح هما دول بيعملوا ايه هنا؟ كنت انتوا صحيح بتكتبوا لي في الكومنتات يا فادي ايه الزرع اللي قدامك ده، حطه وراه. اوعى تفكروا ان انا مكنتش بقرا الكومنتات دي، بس كده بسيطة. يا جماعة انتوا بس تؤمروا وانا انفذ، واللي انتوا عايزينه اعمله لكم من عيني. عايزين الزرع ورايا في كلمة ونص.
الزرع ورايا، عايزين خلفية. الحتة اللي عايزة بس اللي مضايقاني دي يعني، بس مش راكبة خالص مع الموضوع. عايز بس اقول لكم على حاجة. اولا الحاجات السيت اب اللي انا عملته ده يا جماعة كان مدروس بالسنتي بالسنتي، حرفيا زي بقول لكم بالسنتي. انتوا تعرفوا ان المكاتب اللي ورايا دي لو سنتي بس زيادة انا ما كنتش عارف اعدي. فكل حاجة مدروسة بال، مش هقول بالسنتي، بالسنتوفة زي ما بيقولوا. معرفش دي وحدة قياس جديدة ولا ايه. انا عايز اقول لكم ان انا عشان اعمل السيت اب دوت فضحيت بحاجات كتير، انا ضحيت براحتي، لان السيت اب ده جماعه حرفيا الحاجات اللي انا حاططها ديت قطع عني الهوا حتى. يعني انتم متخيلين يا جماعه المكتبه اللي حاططها جنبي دي قطع عني الهوا، اللي هو يعني. والمشكله كمان ايه، ان الحاجات دي مش هينفع تفضل ثابته كده، لا ده انا هاجي مثلا ساعات هحتاج افتح الشباك، هضطر ازحزح المكتبه شويه وشوفوا هي تقيله قد ايه. هحتاج ساعات طبعا هحتاج الدولاب ده. انا عايز اقول لكم المكتبتين اللي ورايا دول انا ليه جايبهم كمكتبتين اصلا، واحده منهم هتبقى ثابته اللي هي اللي ورايا على طول، والتانيه هضطر بعد كل تصوير انقلها لمكان تاني. يعني دي هجيبها بس لحظه التصوير، ليه؟ عشان قفل على الدولاب، قافلة على الدولاب. يعني ما اجيب حاجه من الدولاب اجيبها ازاي يا جماعه؟ بصوا يا جماعه الاوضه اصلا مش مستحمله ان يبقى فيها حاجات بالاحجام ديت، فانا حرفيا الحاجات دي قفلت عليا قفله طين، ولكن كله يهون عشان خاطركم. على فكره عايز اقول لكم على حاجه، انا وانا بشتري المكاتب دي ما كنتش اعرف ان الظهر بتاعها رقيق قوي كده، انا كنت مفكر الظهر بتاعها خشب عادي. الخامه بتاعت الظهر ضعيفه جدا يا جماعه، انا عايز اقول لكم ممكن لو واحد ايده عافيه كده يعمل كده بايده يخرم الظهر، مش بهزر. بتشوفوا كده زي في افلام الاكشن، ممكن واحد يعمل كده بايده يخرم الظهر، والله ما بهزر، رقيق جدا. ولكن دي ميزه يعني بالنسبه لي، انا كان هدفي ان المكاتب دي تبقى اخف ما يمكن عشان لما اجي اشيلها ما تبقاش تقيله قوي. فالظهر طبعا اخد مساحه كبيره جدا، فلما يبقى الظهر بالكامل عباره عن طبقه رقيقه كده، فده حاجه هتقلل كتير من وزن المكتبه. يعني وانا بشيلها هي اه تقيله طبعا، بس مش اللي هو مش لدرجه صعوبه الشيل، يعني بقدر ان انا اشيلها. عايز اقول لكم يا جماعه ان انا طبعا بحبكم كلكم، ولكن الناس اللي هتعمل لايك على الفيديو دوت وهتشير الفيديو ويقولوا لاصحابهم الحقوا ده فادي عمل سيت اب جامد قوي وبقى عنده خلفيه جامده وديكورات وحاجات مية مية وشكل القناه بقى رهيب، الناس دي ليها معزه خاصه وعمر ما هنسالهم ده ابدا. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى ان انتوا تكتبوا لي رايكم في الكومنتات في السيت اب الجديد. طبعا هو زي ما بقول لكم مخلص بشكل كامل، بس الباقي حاجات مش كتيره، يعني اعتبر الاغلبيه خلص. نقدر نقول الاغلبيه، نقدر نقول الحاجات الاساسيه اللي تخليني ابدا اقدر اعمل فيديوهات خلصت، تمام؟ فاتمنى تكتبوا لي رايكم في السيت اب الجديد، ولو عجبك الفيديو ما تنسناش باللايك الجميل بتاعك وشير الفيديو في كل مكان. شكرا جدا ليكم، اشوفكم الفيديو الجاي.